الدجل والشعوذة أيضا بيرجعنا للخلف، هتشوفوا اللي بيحصل، اللي عايزة تتجوز واللي عايزة تخلف بيلجأوا إلى الدجل والشعوذة بالشكل اللي هتشوفوه. مهما هنقول لهم دجل وشعوذة هيقولوا انتوا بتهنونا، هنقول لهم بنناقشكوا. كمان هنا ما هو اللي بيخلي العقول تختطف، ما هو ده، ما هو جزء من اختطاف العقول اللي ممكن يجند بقى حد كمان لجماعات إرهابية، انك بتخطف العقل. اختطاف العقول هو اخطر ما يهددنا. مقام سيدي يحيى بن عقب للناس فيه اعتقادات زائدة، فيعتبرونه من أولياء الله الصالحين ويتقربون له بالقرابين. سيدي يحيى اللي احنا نعرفه انه مقام كبير وقديم، بقاله في معدل حوالي بتاع 3000 سنة في أول حوش آدم. كانت بتيجي ناس بتتبشر بيه، حريم كتير قوي 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 قوي. واحدة مش عايزة تتجوز، ما فيش نصيب فيها، تيجي تزور سيدي يحيى ان ممكن يحصل نصيبه وممكن تتجوز. يبقى الزيارة بتاعته يوم السبت الأساسية، الشمع بتحط زي نوع برضو من تبشر للجامع بالشمعة، ممكن تبخر الجامع بخور. بص، هو المعلومات اللي انا عارفاها يعني لما كانت جدتي الله يرحمها كان حد مثلا يضايقها كانت تقول له هروح حد هكنس عليك بمنديل سيدي يحيى. هو ممكن اي حد بيروح للضريح، تمام، بيكون عنده اعتقاد ان هو بيطلع من المكان ده بيكون وسيله لربنا سبحانه وتعالى، بس هي دي عقيده غلط. هو منك لربنا على طول. عامه هو سيدي يحيى، هو الناس بتقول ان هو سر وباتع على اساس ان البنات مثلا لما بيكونوا مثلا ما في واحده بتعطل عنها الجواز او مثلا ما بيجي لهاش حد، تقول لها روحي زوري سيدي يحيى سبت واثنين على اساس انك انت لما تزوريه يعني من الاول قال لها صالحين فربنا يفكها عليكي بالجواز. ففعلا البنات بتعمل كده، بيروحوا يزوروا السبت والاثنين على اساس ان ربنا يرزقهم، بس هم ما يعرفوش ان ربنا هو اللي بيرزق. في ناس يعني بتطلع تيجي تخش المقام بتاعه تدعي مثلا لو حد بنتي متكلمين الناس عليها كلام وحش فبيدعو ربنا ان هو ايه يعني ينتقم منهم عشان هم سوقوا سمعتها او قالوا عليها كلام وحش. معتقدات ناس يعني كده في دماغهم. ولم يختلف الامر كثيرا في مسجد السيده فاطمه النبويه بالدرب الاحمر. السيده فاطمه النبويه بنت مولانا الامام الحسين، وجت القاهرة مع ستنا السيدة زينب بعد مقتل مولانا الإمام الحسين في العراق، وجابت الرأس الشريفة ودفنت الرأس الشريفة في مكانها في مسجد مولانا الإمام الحسين. وستنا فاطمة النبوية استقرت في هذا المكان وكان ليها بيت وكانت تدي فيه دروس كل يوم اثنين، اليوم اللي هو المخصص للحضرة بتاعتها دلوقتي، المفروض انها ذكر وإحياء للمكان اليوم الدروس اللي كانت بتديه هي. يعني هو كان في مكان كان اليوم المخصص للدروس بيتعمل فيه حضرة فيها منشدين، الناس بتيجي تتوسل لأهل البيت، الناس بتيجي تتوسل لأهل البيت. الناس بتيجي من البلاد كتير عشان تزور الست وتدعي وبيعملوا بقى حاجات كده كتير لله، يعني اكل شرب حلويات مش عارفه ايه حاجات دي. في ناس بتنظر بقى لله كتير يعني، وناس بتيجي من البلاد بيعملوا خدم يعني اكل وشرب كده للست.